هو يعني كما تعرفوا وزارة الصناعة الصيدلانية كانت هي السلطة نتاع المؤسسات الصيدلانية، مؤسسات الاستيراد التصدير التصنيع التوزيع والاستغلال، وكان عندها يعني عدة هيئات تقوم بمتابعة سوق الدواء. وشفنا مثلا كما عمليات التسجيل الأدوية المرشحة للتصنيع، ولا متابعة المشاريع، مراقبة سوق الدواء، كل هذه كانت يعني محل متابعة من طرف المديريات المركزية كالمفتشية العامة ومديرية اليقظة. يعني الآن نتمناو يعني كاين هناك نتائج كما ذكرتي من ناحية الإنتاج الصناعي الصيدلاني، يعني كان هناك تقدم يعني في سنتين أو ثلاثة انتقلنا من 50 إلى على الأقل 70% من تغطية السوق الوطنية، وكل أسبوع هناك عدة تسجيلات لأدوية جديدة وعدة تدشينات لوحدات صناعية جديدة. يعني الأرقام مرشحة للارتفاع والتغطية مرشحة أيضا للتحسن. الآن بإدماج الوزارة القديمة يعني وزارة الصناعة الصيدلانية ضمن وزارة الصناعة، والإبقاء على السيد علي عون اللي عنده خبرة كبيرة في الصناعة الصيدلانية على رأس هذه الوزارة الموسعة، يعني نتمنى إن شاء الله أن كل العمليات اللي كانت تقوم بها وزارة الصناعة الصيدلانية تكمل. يعني تكمل علاش؟ على خطر هذا قطاع حساس، قطاع مقنن جدا وعالي التقنية، يعني يحتاج متابعة دقيقة يومية من طرف هيئات عندها صلاحيات باش يعني تقدر تتحكم في كل التعاملات اللي تعرفها السوق. يعني كنا في الماضي لما كان سوق الدواء يعني من حصرية وزارة الصحة مديرية الصيدلة، كان هناك يعني عجز. استسمحك سيد بالعمري، اذا الأولوية للحاج سابق رمطان العمامرة والوفد الجديد على او لوزارة الخارجية احمد عطاف. اذا مشاهدينا نعود لمواصلة نقاش هذا الموعد بخصوص دمج وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصناعة، ايضا نتحدث عن اهم التحديات المنتظرة بخصوص الانتاج الصيدلاني. كنا ايضا نتحدث مع سيد بالعمري. سيد بالعمري اهلا بك مجددا. اهلا سيدتي، اهلا. شكرا. إذا كنا نتحدث منذ لحظات عن أبرز التحديات المنتظرة بخصوص الإنتاج الصيدلاني في الجزائر، يعني بعد دمج وزارة الصناعة بوزارة الصناعة الصيدلانية، وتحدثتم عن تصدير الأدوية. هناك توجه اليوم نحو تصدير الأدوية المصنعة محليا. نعم هناك توجه، ولكن السيد الوزير علي عون يعطي أولوية أول وقبل كل شيء لاستقرار السوق وللوفرة محليا. هناك فعلا إمكانية للتصدير خاصة في الأدوية الجديدة البيولوجية، لأن الطاقات الإنتاجية محليا مرتفعة والاحتياجات يعني متواضعة عليها في هذا الميدان. في هذا الميدان هناك فعلا يعني إمكانيات حقيقية للتصدير، خاصة أن هناك يعني ما لا يقل عن 10 إلى 12 مشروع في هذه الأدوية الخاصة بالسرطان والخاصة بالأدوية المبتكرة والبيولوجية. الآن يعني لو سمحت فقط يعني نرجع للمؤسسات الصيدلانية. تفضل. اليوم يبقى السؤال مطروح بعد إدماج الصناعة والإنتاج الصيدلاني ضمن وزارة الصناعة وتوسيع صلاحية السيد وزير الصناعة إلى الإنتاج الصيدلاني، فمثلا هناك الوكالة الوطنية المنتوجات الصيدلانية، المواد الصيدلانية يعني لاجونس، يبقى يعني مصيرها سيكون محل دراسة لدى الحكومة وربما حتى رئاسة الجمهورية، لنعرف ستصبح تحت وصاية من؟ وزارة الصحة أو ستبقى ضمن صلاحيات الصناعة الصيدلانية؟ مؤسسات التوزيع أيضا، لأننا يعني لما نتكلم عن الإنتاج الصيدلاني والتصنيع فما مصير مؤسسات التوزيع؟ هنا ايضا يعني السؤال مطروح، لكن ستحسمها الحكومه يعني في الايام القليله القادمه. احنا نتمنى فقط ان كل الميكانيزمات
اللي تم وضعها لضبط سوق الدواء ولتتبع ومتابعة المخازين، عملية التفتيش إلى آخره، والمرصد مرصد اليقظة، كذلك المتابعة الدقيقة لمدى احترام برامج التصنيع وبرامج الاستيراد. يعني نتمنى أن هذه الميكانيزمات يبقى عليها، لأنها جابت يعني بنتائج، ضبطت السوق وحسنت من الوفاء. نعم، يعني سيد بلعمري، تحقيق الأمن الصحي يعد أحد أهم التحديات المنتظرة. تحدثتم عن تشجيع الصناعة الصيدلانية لسد الطلب الوطني وتخفيف ندرة الأدوية. ربما لو نتحدث عن أبرز الأدوية التي تعرف ضغط حاليا على مستوى الصيدليات سيد بلعمري. حاليا هناك مثلا قطرات العيون تعرف ضغطها، وهناك عدة مشاريع، يعني الحمد لله مشاريع للصناعة المحلي، لأن قطرات العيون يعني صناعتها تتطلب تقنيات عالية وفيها شروط تقنية يعني من الصعب التحكم فيها، ولكن هناك ما لا يقل عن 2 مستثمرين شرعوا في تصنيع قطرات العيون. كذلك حبوب المنع الحمل، هذه أيضا تعرف نقص حاليا، وذبذبة، رغم أنه هناك يعني مصنع مخبر وطني شرع في التصنيع. يعني إذا لاحظت عبر هذه الأمثلة، قطرات العيون وحبوب منع الحمل اللي هي هرمونات، وتصنيع الهرمونات أيضا يتطلب تقنيات عالية، فهي يعني لاحظت الآن أغلب الأدوية اللي داخلة في هذا التصنيف أدوية مستوردة، وللأسف لما يتعلق الأمر بأدوية مستوردة يصعب تدارك الوضع. لما يتعلق الأمر بأمور يعني بأدوية مصنعة وأصناف مصنعة محليا يتم تدارك الأمر، يعني الخلل ما يطولش يعني على بضع أسابيع، ولكن لما يتعلق الأمر بأدوية مستوردة يعني أحيانا يعني في الغالب يعني لأسباب عالمية مثل ندرة المواد الأولية أو غلق بعض المصانع أو ارتفاع في الأسعار، منافسة عالمية شديدة وشرسة على استحواذ على هذه الأنواع من الأدوية اللي ارتفع عليها الطلب وقل العرض فيها، عليها نعرف هذه يعني الاختلالات. لما يتعلق عليها احنا دائما يعني والجميع حتى الدولة تؤكد انه يجب يعني بذل كل الجهود لترقية الصناعة المحلية. كل ما اتسعت الصناعة المحلية كل ما يعني ضمننا وفرة الأدوية وضبط السوق ومكافحة أحسن للندرة. نعم سيد بلعمري، نتحدث أيضا عن نقطة جد مهمة والمتعلقة برقمنة القطاعات، يعني هي النقطة وهو الأمر الذي يؤكده ويشدد عليه في كل مرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعني الأمر الذي أصبح اليوم أكثر من ضروري خاصة في ظل التوجه نحو تطوير حقيقي لصناعة الأدوية محليا، وهو الأمر الذي أكده وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيد علي عون منذ أيام فقط. هو في الحقيقة يعني الرقمنة فعلا هي من الآليات الضرورية للتحكم في السوق، يعني تضمن الشفافية، تضمن كما نقول بالفرنسية لا ترسابيليتي، ولكن يعني الهدف ليس فقط هو وضع الرقمنة ولكن حسن استعمال الرقمنة. يجب مثلا ربط مختلف القطاعات، يعني لما رقمنا فقط القطاعات وما تكونش مرتبطة بعضها، مثلا ميدان الصحة غير مرتبط بميدان الصناعة الصيدلانية وغير مرتبط بالصناعة بالضمان الاجتماعي، ولا ما نربطوش بين الصحة في القطاع العمومي والصحة في القطاع الخاص، ما نربطوش بين المخازين، ما نربطوش مثلا بالاحتياجات بين الاستهلاك الحقيقي للأدوية، ما نربطوش مثلا بين مدى تقدم احترام وإنجاز برامج الإنتاج وبرامج الاستيراد. لازم كل هذه المعطيات تكون مربوطة بعضها البعض. يعني احنا نستحسن أن تم إنشاء في هذا التعديل الأخير وزارة خاصة بالرقمنة والاستاتيستيك. احنا نتمنى فقط يعني حتى ان قانون مثلا المؤثرات العقليه الان اللي هو محل مصادقه لدى البرلمان بعد اعتماده من طرف الحكومه ومجلس الوزراء، هناك بند خاص بالرقمنه،
للتحكم في الوصفات الرقمية للمؤثرات العقلية وصرف الأدوية، ولكن لازم تكون هناك أيضا رقمنة لمدى الاستيراد والتصنيع للمؤثرات العقلية، رقمنة لمدى تغيرات المخزون على مستوى القطاعات سواء مؤسسة التوزيع أو مؤسسة الصيدليات الاستشفائية والصيدلية المركزية الاستشفائية. يعني لازم ربط كل هذه القطاعات، الرقمنة نعم، ولكن يجب حسن استعمال الرقمنة، والرقمنة تعطينا أيضا نظرة حقيقية وصادقة عن الواقع وعن الميدان، وتعطينا أيضا إمكانية التخطيط على سنتين، 3 سنوات، 5 سنوات على الحالة الصحية ومدى الاحتياجات الحقيقية للبوبيلاسيون، يعني باش نقدر نخطو، نقدر نديرو برامج، نقدر نوجهو التصنيع، نقدر نتحكمو في الاستيراد إلى آخره، ونضمنو الاستقرار والوفرة. نعم سيد بلعمري، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، وشكرا لك أيضا على هذه